فظيع في مدينة الدار البيضاء، خصوصا في وسط المدينة كاين واحد حالة سير، كاين الطريق بعدا موقفة، كاين شي أماكن ما عنديش تفاصيل أكثر، ولكن قالوا لي خولة دحو جاية اليوم في واحد الحالة هيستيريا. قالت لي ما عرفتش شنو واقع، واش قلت أنا ما عرفتش واش أشغال، قالت لي لا هذو غير استعدادات ناس رمضان كيتقداو خارجين وهاد الزحام كامل وهاد الاكتظاظ كامل. الله يا ودي، أجي نسولو بعدا دكتور نور عقال نشوفو شنو واقع، لاش تأخرات، شنو كاين تركي دايرة. صباح الخير سمية. صباح الخير حبيبتي. صباح الخير مستمعات ومستمعين، الله يسلمك. غير سخفان راك عارفه الطريق اش وقع؟ شنو كاين في مدينة الدار البيضاء؟ نهار ما عرفتش اختي الطريق عامرة، واش اشغال ولا كاين زحام في الطريق؟ زحام لومبوتياج. ايوا على سلامتك، خدي نفس خدي نفس بشويه عليك. يلا مستمعي الطريق بشويه عليكم، الله يرضي عليكم، تسافوا مع بعضياتنا. وما عرفتش تخديا واش كلشي في كيدار في نهار واحد وفي وقت واحد بشويه، رحم الله ياك. غادي نمشيو دكتور نور عقال، دكتور اختصاصية في الأمراض الجهاز الهضمي. كان ولا بدنا منا دكتور ما نحاولوا نتكلموا على هذا الموضوع. نهيئوا المستمعين ديالنا، ما كتوصلنا غير أيام قليلة على شهر فضيل، شهر رمضان اللي يدخلوا علينا إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية. فترة اللي خصنا نهيئوا الجسم ديالنا لتغييرات أكيد مرحلة الصيام. بطبيعة الحال أنه الوجبات كتغير، التوقيت كذلك المواعيد كتختلف، وبالتالي الناس اللي كيعانيوا من أمراض معينة كتبدا تظهر عليهم بعض العلامات والمشاكل، وحتى الأشخاص الأصحاء أيضا كيولي عندهم اضطرابات. هذا اللي غيخلينا انه باش ما يكونش واحد التغيير مفاجئ ولا بد منا ما خصنا نهيئوا النظام الغذائي ديالنا تدريجيا شويه بشويه، تجنب المشاكل ومضاعفات بحال الغثيان، بحال الصداع، بحال حرق المعده، بحال يمكن الغازات، انتفاخات، مشاكل كثيره. حنا نهضروا على هادشي كامل. صافي واجده واجده ارتاحيتي. يلا على بركة الله دكتور. دونك سمية، كنتمنى بداية أسبوع موفقة للمستمعات والمستمعين الكرام، والله يدخل لي علينا وعلى جميع هذا الشهر هذا إن شاء الله بصحيحة والعافية وبشكل منه. دونك عندنا دائما سمية في هذا الشهر المبارك كيوقعوا لنا اضطرابات على مستوى الجهاز الهضمي. دونك ضروري خاص الناس يفهموا ويكونوا واعيين باللي خاصنا نهيئوا الجهاز الهضمي ديالنا والمعدة ديالنا قبل من الشهر المبارك. دونك تهيئ المعدة ولا الجهاز الهضمي للصيام كيبدا واحد 3 ولا 4 الاسابيع اوموين قبل من الشهر المبارك، يعني فاش كيقرب يدخل شعبان خصنا نبداو نهيئوا هذا الشهر المبارك باش ما نطيحوش في المشاكل اللي كتكون دايره لنا يعني واحد الاعراض صعيبه على مستوى الجهاز الهضمي. والناس كيمرضوا بزاف في رمضان، كنلاحظوا احنا يعني كيجيو عندنا الناس بزاف عندهم اضطرابات. الوغ فاش كنهيئوا الجهاز الهضمي ديالنا خصنا نتفاداو هذوك الأمراض اللي كيوقعوا لنا على مستوى الجهاز الهضمي، لأن هاد الاضطرابات والتغيرات عندها علاقة بجودة النوم. يعني كنعرفوا بلي شهر رمضان سيستم دو في ديالنا كله كيتغير، يعني كتنقص ساعات النوم وجودة النوم حتى هي كتنقص، الوجبات كنوليو ناكلو كثير بالليل اكثر من النهار، يعني كنوليو كنعمروا بزاف الجهاز الهضمي ديالنا، والوجبات يعني لا كاليتي يعني ما كنركزوش على الجودة الأغذية اللي كناكلو، بالعكس كنردوا البال لا كونتيتي. الوغ حنا خصنا الجودة ماشي كمية، يعني داكشي اللي كناكلوه يكون قليل ويكون فيه جودة مفيد ويسد لنا الجوع والعطش كتر من الحوايج الاخرين اللي كتكون عندهم سعرات حرارية طالعة، وفاش كناخدوهم الجسم ديالنا كيتأثر سلبيا، فعطما انه يستافد كيتأثر سلبيا. دونك كنذكروا بلي هاد التجهيزات ولا هاد تهيئ الجهاز الهضمي كيخص الاشخاص اللي مرض على العموم هما الوالا، وعاد الاشخاص اللي ما عندهمش يعني مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي، يعني غير وقاية باش ما يطيحوش في الجهاز الهضمي. دونك يعني كلشي معني، كل شيء معني، مريض واللي ماشي مريض، كل شيء خصو ياخذ، كل شيء معني، وخاصه الناس اللي عندهم الامراض المزمنه هذوك على العموم خصهم هما الاولين يردوا البال لهذه القضيه. دونك ما بين الحوايج اللي كنديروا خصنا نشربوا كميات كافيه من السوائل باش نسدوا الاحتياجات الجسم، لان كنعرفوا في الشهر المبارك كتوقع لنا اجتفافات، يعني اون ديزيدغاتاسيون، حيت كنقيلوا صايمين النهار كامل، يعني الجسم ديالنا كينشف شويه من الماء، هذه معروفه خاصه دابا في هذه الوقيته اللي كيجي رمضان كيبدا يسخن شويه الحال، يعني في الربيع وفي الصيف كيوقع لنا اجتفاف، والناس المسنين كيكونوا مضطررين اكثر من الناس العاديين، لان هما الجلده ديالهم على قد الحال، الجسم ديالهم على قد الحال، يعني كيكونوا اكثر عرضه للاجتفاف. كذلك خصنا ناكلوا بكميات عاديه او قل، ماشي نزيدوا، حيت باش نسدوا الاحتياجات الجسم ديالنا راه ماشي ضروري نكثروا، يعني ماشي غادي نكثر انا، بالعكس انا كنصح الناس قبل من رمضان ينقصوا ليا وجبه، هذا باللي كيتعشى يحيد العشاء، اللي مثلا كيفطر ويتغدى ويعشى ويتعشى بكري من الاحسن يحيد الغداء
ويبقى غير بالفطور بحال نظام الصيام المتقطع بحيث يعني كتعودي الجسم على واحد كتعودي الجسم ديالك. كنصحهم يصوموا الاثنين والخميس. بزاف الناس كيجيو عندنا العياده كيكونوا عندهم مشاكل صحيه في رمضان، دونك كنقول له شوف من دابا بدا تعود الجسم ديالك، حاول تصوم الاثنين والخميس باش الجسم ديالك يولف ان عنده يومين في السيمانه الصيام، ملي كيجي الشهر المبارك يكون هو تعود على الصيام. يعني هذه حتى هي من جهه عندك يعني الاجر وعندك كل شيء صحتك وكل شيء الصحه وكل شيء. كذلك كنحاولوا نصحوا الناس قبل من شهر رمضان يفضلوا لنا الخضر والفواكه. علاش؟ لان الخضر والفواكه غنيه بالفيتامينات وغنيه بالالياف. يعني كياخذ ليا الخضر اللي هي طريه بحال المطيشه بحال الخيار بحال الكورجيت، يعني هذوك يكونوا غنيين بالماء والاملاح المعدنيه، وكنزودوا الجسم ديالنا بالفيتامينات، وان ميم طون ما كنطيحوش في الامساك حيت في رمضان كيكثروا الناس عندنا اللي كيجيو العيادات كيسولوا على مشكل الامساك بزاف، يعني كيبقى 4 ايام 5 ايام هو محن معذب، المصران ديالو ما كيديرش الافرازات، وبالتالي كيبقى داك المصران فريمون كيطيح في الشخص في مشاكل كثيره. كذلك كنصحوهم يعودوا لنا الماكولات اللي عندها السعرات الحراريه طالعه باغذيه مهمه واللي عندها يعني منفعه على الجسم، لان هذوك الماكولات اللي عندها سعرات حراريه طالعه بحال المقليات ولا الدهنيات ولا السكريات يعني كناخذوها كتاثر لنا سلبا على الجسم. ما عندها حتى شي اهميه، يعني انت ملي كتاخذ حاجه مقليه ولا مزيته قبل من رمضان ولا في رمضان غير كضر الجسم ديالك، ما كتستافدش، يعني غير كتعطيه لي كالوري طالعين على والو. كذلك كننصحوا الناس يكثروا لنا قبل من رمضان من الاغذيه اللي كتعطل في الهضم. كنشير ماشي كتعطل في الهضم، كدير عس الهضم، يعني كتشد لك فوالا كتشد لك على الجوع. بحال السردين بحال القرقاع بحال اللوز، يعني كتمكن ان الجسم كيستافد من الطاقه ديال هاد الماكولات على مدى اليوم باش ما يجوعش دغيا، باش ما يجوعش دغيا، حيت في رمضان ملي كنصحوا ملي كنفطروا يعني المغرب وعاوتاني كنتعشاو وعاوتاني السحور، فاش كنفيقوا في الصباح من يعني داك الفياق باش انا غادي نفيقوا كيكون الجسم اون هيبوغليسيمي كيطيح السكر. الوغ ملي كتعطيه انت واحد الحبوب ولا سكريات بطيئه ولا واحد الماكولات اللي الطاقه ديالها كتوزع، يعني ما كيكونش عنده واحد لو بوزوا رهيب في السكريات، يعني كيكون واخا فايق وفيه واحد شويه ديال الهيبوغليسيمي ولكن ما فيهش داك الجوع اللي كيكون رهيب، وما كيجيوش داك الاعراض ديال حنا غادي نهضروا عليه هذاك حرق راس والدوخه والغثيان، يعني ما كيكونوش عنده هاد الاعراض خاصه في الصباح وخاصه الناس اللي كيكونوا مدمنين على الشاي والقهوه، لان كتكون بحال واحد الادمان ولا اون ديبوندونس لهاد المواد هذه. الوغ منين انت كتولفيه انه كياخذ واحد الاطعمه اللي السعرات الحراريه ديالها كتفرق على النهار كامل، ما كيحسش بهاد الاضطرابات ولا هاد الاعراض، وحتى الا جاته كتكون قليله الحده ديالها قليله، ما كتكونش يعني بواحد الوتيره اللي كبيره. كذلك كنصحوهم من الافضل يتفادوا لنا الفواكه الحامضه، اللحوم المدخنه، الماكولات المملحه، لان الملحه كتعطينا نشوفيه في الداس، يعني داك الاجتفاف، وكتكون مضره للمعده وكتهيج ليا المعده، اي حاجه مالحه بزاف كتهيج ليا المعده. كنقصوا ليهم الشاي، كنقصوا ليهم القهوه، كنقصوا ليهم الحار المناضه، يعني هادو واحد الاغذيه اللي كنحاولوا ما امكن نتفاداوها قبل ما يدخل شهر رمضان. وخلاص فاش يدخل شهر رمضان من الاحسن ما نديروها شيء. طيب حبيبتي شكرا على هذه المقدمه الزوينه، عطيتينا يمكن كل شيء يعني في حلول اللي ممكن ان احنا باش نبداو بها الشهر الفضيل باش نصحوا، لانه صوموا تصحوا، يعني الواحد خصو ينظف وينقي ويطهر الجسم ديالو من جميع السموم والمشاكل، خصوصا بيت الداء اللي هو المعده والمصران. فهذه فرصه انه احنا كننظفوا ونطهروا ماشي نزيدوا ياك اعباء وتعب على الجهاز الهضمي ديالنا في هذه الفتره ديال الصوم. ارقامنا 05 22 30 30 00، او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. مرحبا بالتساؤلات ديالكم، سواء اللي عنده اعراض او حتى الناس اللي باغيين ناخذ تفاصيل اكثر، كيفاش ندوزوا هذه الاجواء الزوينه، كيفاش انه الجهاز والنظام الغذائي ديالنا يكون سليم وصحي بدون مشاكل، تجنبا لبعض الاعراض المزعجه اللي كتكون في بدايه الصوم بحال كيف قلنا الصداع، الشقيقه، التعب، الدوخه، الغثيان، السخفه والارهاق في البدايات، او والنرفزيه والعصبيه في بدايه اليوم. يعني هادشي كله كيكون نتيجه التغذيه اللي كتكون غير صحيه. ياك وي فعلا كتكون التغذيه غير صحيه، والجسم خاصو واحد المده زمنيه باش انه يولف. داكشي حنا علاش كيجيو عندنا العيادات ولا دي فوا كاع كيدخلوا اون كريز المصحات ولا لوزوبيتو، الناس اللي كيكون عندهم هاد الاعراض
تزادوا يعني في داك الايام الاولى يعني داك سورتو الاسبوع الاول راه كتجيه واحد الدوخه فظيعه واحد العياء واحد الغثيان. علاش؟ لان داك الشخص ما جهزش الجسم ديالو وداك المده ديال لادابتاسيون ديال الجسم كيستغرق واحد الايام باش انه كيتعود على النظام الجديد، قلت النعاس، الماكله متغيره، يعني هادشي كياخذ واحد شويه ديال الوقت، الجسم ما كيكونش ولف به وبالتالي كتبان عليه هاد الاعراض هذه. طيب باش نصومو صحي مزيان وباش انه الفائده من غير انه الاشياء الدينيه اللي ما غاديش نهضروا عليها نتكلموا فقط غير الصحيه، المنافع ديال الشهر الفضيل شهر الصوم، تراكم سموم طيله السنه هذه فرصه كيف قلنا انه نتخلصوا من هاد السموم اللي كتبقى لنا نتيجات كيف قلنا التغذيه الخاطئه، الادويه اللي كناخذوا، التلوث البيئي، مشاكل ربما ديال قله النوم، عدد من الاضطرابات اللي كتراكم طول السنه واللي كتجي هاد الفتره هذه ديال هاد الشهر 30 يوم انه كنتخلصوا منها. فين كتكون متراكمه؟ في الكبد، في الكلي، في الامعاء، في الرئه، في الجلد، هادو يعني اشياء اساسيه في الجسم ديالنا اللي خصنا نظفوها فهاد الشهر الفضيل. بفضل شنو؟ بفضل التغذيه ديالنا، بفضل التغذيه الصحيه، وباش نستافدوا من الفوائد ديال الصيام، حيت واحد الدراسات بينات باللي صوم يوم واحد كيمكن من اننا نتخلصوا من الفضلات والشوائب اللي عندنا في الجسم ديال 10 ايام. يعني هذه دراسات دارت وتكونفيرمات، وكنذكر المستمعات والمستمعين باللي كاين مصحات خاصه في انجلترا اللي كيعالجوا بالصيام. اذا حنا عندنا الحمد لله هادشي في الدين الاسلامي ديالنا، خصنا نستفدوا منه وخاصنا نخرجوا من الشهر المبارك بصحة جيدة وحيوية ونشاط أكثر، صحة جيدة حيوية ونطيحوا الوزن، حيث أن بزاف الناس اللي كيبغيو يطيحوا الوزن ولكن بالعكس فاش كيتسالى رمضان كيلقى راسو هز ليا 10 كيلو كيجي. أنا كنتفاجأ كيجي عندي مورا العيد كنقول له ميمكنش. إذا الصيام ما كانش من غير الجانب الديني، ما كانش يعني على مستوى التغذية بطريقة صحية. صحيح صحيح. الشق النفسي أيضا هي فرصة فعلا ووقيتة اللي كتحسن في المزاج والنفسية، هاتي بفضل الصيام. شو شحال ديال النعم في الصيام، ولكن خصنا غير نثبتوا الأجر ونحطوا في المكان الصحيح، ماشي نهار كامل وانت صايم وبالليل بدا كيخلطوا هذه اللي تقتلوا هذه اللي تحيي. غادي نمشيو مع ناس طوندوغ. أنا قلت لك اليوم غيكونوا مكالمات كثير دكتور نور عقال، إن شاء الله غادي نمشيو ناخذوا أول دفعة من اتصالات ديالنا. معنا عائشة ياك خويا عبد الوهاب، ناخذوا اتصال عائشة. صباح الخير عليكم. صباح النور حبيبتي، مرحبا بك. اش خبرك لاله سميه؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك وانتي لاباس عليك دكتوره، لاباس عليك. شكرا بزاف بالاخص في هذه الفتره ديال رمضان، وحنا الناس شويه اللي كبر في السن بكل صراحه. الله يجازيكم كل خير وعواشركم مباركه مسعوده ان شاء الله، هذا نجيب كل ما تمني ان شاء الله. علينا وعليك حبيبتي وعلى الناس السامعين اللي كيسمعوا لينا. الله يخليك. عندي سؤال في الموضوع. انا كناخذ ادويه ضد الاكتئاب دي زونتي ديبريسور، وكناخذ ديال التونسيون هذا، وعندي المعده كانت عندي جرثومه المعده والحمد لله فضل الله تعالجت بها. والله يخليك دكتوره اذا جات على خاطرك. دابا فوق ما كنفطر من بعدها كنحس بواحد الدوخه واحد، وكنحس بحال الماكله ثقيله ليا على المعده ديالي. الجرثومه اللي داويتي عليها شحال هذه الوقت باش خديتي عليها العلاج؟ تقريبا مده ديال شي سنه باش كنحيد العلاج وما بقاتش عندي. درتي التيست لقيتيها مشات؟ درت تيست لقيتو مشات، ماشي تيست ديال الدم يعني، درت تيست اللي هو يا ماشي داك العادي. داكوغ فهمتك. الوغ حنايا ملي كتكوني يعني تخلصتي من الجرثومه ياك، كتبقاي على واحد النظام غذائي اللي هو صحي ياك، يعني كتحاولي ما امكن تتفادي الماكولات ولا الاغذيه اللي كتهيج لنا المعده، وفي بعض مطيشه طايبه لي صوص والمقليات وهذا فعلا يعني داكشي كلشي. انا يعني شويه ما شي مره مره اللي كنهدف ممكن مره بثلاث شهور يعني ماشي دائما يعني محافظة على النظام الغذائي. دابا ما عرفتش علاش عندي هاد التهيج من 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 الاكل، مع العلم الصباح راه ما كنفطرش شي حاجه اللي فيها الزيوت. انا شكيت حتى في الزيت البلديه وما بقيتش كناخذها مع الصباح. الوغ في بعض الحالات كتكون عندنا واخا الجرثومه مشات، مي كتكون عندنا بحال اون غاستريت، يعني بحال واحد شويه ديال الطياب على مستوى المعده اللي كنكونوا مضطرين اننا نعطيو عليه وصفه علاج، خاصه وانك كتاخذي ليا بعض
الادويه اللي كتكون مضره بالجهاز الهضمي. حنا الادويه اللي كتاخدي ديال مضادات الاكتئاب ولا الدواء ديال الطونسيون ما كنقدروش نجيو ونحبسوه غير هكذاك، فهمتيني؟ يعني كيكون الطبيب ديالك هو اللي خاصو ينقص لك ولا يقادو لك ولا يقطعو لك، انا ما نقدرش نحيدو لك. غير شنو كنعطيك معاه؟ واحد الادويه مرافقه اللي كتعاونك او ميم طون كنقصوا الاعراض الجانبيه ديال الادويه او ميم طون كنعالجوا بها حتى الا كان شي التهاب بسيط على مستوى المعده. دكتورة أنا دابا ما قطعتش لي زونتي ديبريسور ودي التونسيون وهذا ما قطعتهمش، فهمتي؟ مازال لحد الآن لأن عندي تريتمون يعني واحد المدة والتونسيون عرفتي راه أزي عرفت، ولكن راه هاد الأدوية اللي كتاخدي بحد ذاتها تقدر دير لك واحد شوية الأعراض الجانبية، لأن فاش كتشربيها كطيح لك مباشرة في المعدة، يعني راك عارفة المعدة هي بحال اللي غتقولي يعني الاولى اللي كتستقبل لنا فوالا اللي كتستقبل داك الاكل اللي كناكلو الاكل والادويه. اللي يخليك الدكتوره دابا ديما تنصحيني انني عندي من نمشي واش عند دكتور ديال الجهاز الهضمي؟ تقدري تشوفي وي تقدري تشوفي اختصاصي الجهاز الهضمي غير باش يعاونك بواحد الادويه اللي كتكون مرافقه مع هاد الادويه ديال الطونسيو. حنا عارفين بلي بعض الادويه كتقدر دير لنا اعراض جانبيه بحال طياب المعده بحال الغثيان بحال الحرق على مستوى المعده، يعني لا صاليف كتنقص لنا فوالا. يعني ضروري خصك ترافقي هاد الادويه اللي كتاخديها، غير انت ما غتاخديش بوحدك، يعني غتشوفي الطبيب الاختصاصي اللي داك يعاونك بواحد الادويه باش تقدري تاخدي الدويات الاخرين وتصومي ترانكيلمون، يعني ما يكونش عندك مشاكل في رمضان. شكرا، الله يجازيك كل خير، الله يطمنك بنتي كيف ما مرحبا لالا، بارك الله فيكم وشكرا بزاف على هذا البرنامج لالا سميه. مرحبا لالا عائشه، هذا واجب حبيبتي وحنا هنا راه الاشاره وفي خدمتكم اكيد مستمعينا الاعزاء، الله يخطيكم. غادي نمشيو سريعا عند دكتور نوره معنا اتصال ثاني ناخذو ياك. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، مرحبا مرحبا بك. بخير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الحمد لله، تفضل سيدي. بارك الله فيك انت دكتوره. الله يجازيك بخير علينا وعليكم. ربي يخلصكم الله على هذا العمل اللي كديروا. امين يا رب الكريم. مرحبا اختي، دابا نهضر مع دكتوره الله يرحم لك الوالدين. دابا عندي مشكل ديال الوليدات، عندي واحد الوليد تقريبا 22 عام وعندي واحد البنيه 14 عام والدري تا هو تقريبا شي 8 سنين. المشكل ديالهم هو الفطور ما تذكروش. كي تينوض مع الصباح الفطور ما هذاك خصوص كاع هذاك الكبير كيمشي لافاك كيمشي ليك من تما حتى لجوج د النهار ثلاثه اربعه من العشاء حتى للربعه عادي يمكن ليك واش يقدر يوجوه ليك يجي يقول لك هضرني راسي هضرني عظامي هضرني هنا هضرني هنا هضرني هنا. هذا خاطئ، حيت الفطور هو الوجبه الرئيسيه. داكوغ، الفطور ديال الصباح وجبه رئيسيه خاصه الا درتي له فيها يعني السكريات البطيئه، الحبوب، خبيز ديال الزرع، خبيز الشعير، فاكهه، يعني ضروري خاصو وجبه الافطار. علاش؟ لان الا فاق هذا الوليد ومشى ليا لافاك وهو ما فاطرش فينا يا باش غادي يركز؟ يعني الا عبرتي له السكر في الدم غتلقاه طايح، يعني ضروري خاصو يطلع ليا السكريات عاد باش يمشي ليا يقرا، فهمتيني يا سيدي؟ وجبه الافطار ضروري منها. الا ما فطرش السكر يعني السكريات كتكون عنده ناقصه، الجسم ديالو ما كيكونش قادر انه يتحرك عادي، الدماغ ديالو ما غاديش يقدر انه يركز، نسبه التركيز كتكون عنده ناقصه، راه واخا كيمشي لافا كيقرا راكون على يقين راه ما كاينش تركيز. هذه الاولى. الثانيه الغداء، فاش غادي يجي مع جوج ولا مع ثلاثه يتغدى غادي ياكل الغداء، يعني غادي بحال اللي كنقولوا غيطيح فيها عمى، يعني غادي يكون لان ما يمكنش من الليل ما كلاش حتى لجوج اوتوماتيكمون غيكون اون هيبوغلي سيمي سافا غادي يبغي ياكل. وعاوتاني العشاء غادي يكون الا كلا مع جوج ولا مع ثلاثه غادي ما غاديش يبغي يتعشى ليكم بكري، غيتعش. دوك انا النصيحه اللي كنعطيك غادي تحيد له العشاء فواحد فهاد دابا حنا كنهضروا اون دور رمضان لانه هو مولف ما كيفطرش في الصباح، غادي تحيد له الوجبه ديال العشاء باش في الصباح يجيه الجوع ويقدر ياكل يفطر، يتعودوا انه يفطر في الصباح يتغدى والعشاء يكون شويه بكري يعني مع ديك السبعه ولا سته ونص ويكون خفيف ما امكن. كل ما كان العشاء خفيف وبكري كل ما الغد ليه كيقدر هو يفيق في الصباح وعنده ينوفي باش ياكل. في بعض الحالات كنعاودو بلي ستيمولون دابيتي ولا فاتح الشهيه تقدر تعطيه له في الصباح باش انه يبغي يفطر لك. شكرا اختي الله يرحمك. شكرا. يا بغيت نسولك الدكتور حيت انا كناكل شي دواء ديال المرض النفساني وعندي حرق ديال المعده. يا دكتور هاد الحرقه شحال هادي باش بانت فيك السي الحسن؟ شي تقريبا عام، شي تقريبا عام. خديتي عليها شي ادويه ولا لا؟
هي عطاني طبيب شي عطاني طبيب الدكتور شي دواء كان كل مره مره قال لي الا 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 حرقتك كل دواء الا ما الا ما الا ما, ما ضرت خليها ما تاكلش ديما غير هاد الحرقه ملي كتطول سي الحسن من الاحسن اننا كنشخصوا عليها يعني كنشوفوا كنعاودوا من الصفر يعني تاخديتي الدواء ما كانش النتيجه خصنا نعاودوا من الصفر يعني كنشوفوا شنو كتاكل كيفاش كتاكل واش عندك العادات الخاطئه واش كتقلي في الزيت واش كتاخذ الحوامض واش قال لي طبيب عندك تاكل الزيت والحرور والحموضيه كلشي داكشي كلشي داكشي حيجيو ليا داكوغ لي ميزور بوستورال يعني واش ملي كتاكل كتمشي تنعس ما خصك تخلي واحد 3 4 ساعات تقام جالس باش تهبط لك الماكله حيت هذيك الحموضه وداكشي اللي كيطلع راه كتكون عنده علاقه بالارتجاع المرئي يعني كتكون دغيا دغيا على سبه غير ماكله كتطلع وكتهيج لك حتى البلعوم دابا دكتوره الا كليت دابا العشاء ينعس إلا كنت كان كتحرقني بزاف خاصك تخلي الوقت إذن هنا في هاد الحالة سي الحسن ضروري كنعطيو واحد نمط العيش يعني ما خاصكش مثلا تاكل وعاد تمشي تصلي العكس يعني تصلي عاد تاكل تاكل تبقى جالس واحد شويه باش تخلي الماكله تهود ماشي تاكل وتمشي تنعس يعني انا ما خليتيش ليا على الاقل واحد 3 ساعات ما بين الاكل واخر وجبه والنوم كون على يقين ان داكشي غادي يطلع ويهيج لك الفم المعده وغتحس بداك الحموضه وداك الحرقه كتطلع لك فهمتي وزائد على داكشي زائد على داكشي كنعطيو الماكل الممنوعات يعني الريجيم اللي ما خاصك دير زائد وصفه علاج ضروري خاصك وصفه علاج باش كنتحكموا في الاعراض وكنقصوا الحده الاصابه بالامراض المرافقه لهادشي اللي عندك الله يرحمه وداك الدواء ديال المرض النفساني كان كل واجب في العشيه ونص الصباح ديك الساعات غتشوف مع الطبيب ديالك الا يقدر ينقص لك شويه لا دوز الا كان يعني المرض متحكم فيه ويقدر ينقص لك لا دوز باش ما حتى هو ما يزيدش الحده الاصابه على مستوى المعده حيت اي دواء خديتيه اي دواء خديتيه يقدر يضرك في المعده يضرك ديما شي 8 سنين هذا الدكتور كان ياكل داك الدواء ديال المرض الثاني شي 8 سنين هذا كان ياكل وشوف مع الطبيب ديالك واش يقدر ينقص لك منه الطبيب اللي عطاه لك الاول شوف كان على الله وعسى ينقص لك واخا غير نسكينه ولا هو اللي غادي يقول لك شحال غينقص لك باش انت تحس براسك شويه مرتاح ديما تبعت الطبيب ديالي من تيزنيت ديما مسكين تبعته شي 8 سنين هذا تبعته كاين نقص ليا مسكين ديما شهور شهور كيكون عندي الرانديبو كيعطيني شهور شهور لا يزيد فرحتك سي الحسن شكرا سيدي على التواصل ديالك وسلامنا الناس ديال تفراوت وغادي نمشيو نكملوا حديثنا في نفس الوقت نستقبلوا مكالمات المستمعين ديالنا معنا خديجه من خريبكا حيو كذلك الناس ديال خريبكا لاله خديجه السلام عليكم لكم السلام كبير اختي سميه تحيه اخبارك خديجه الدكتوره ومدافين كامل وشكرا بزاف على هذه البرامج صراحه اللي كتفيدونا والله راديو ام اف ام مرحبا بك لاله خديجه شكرا على متابعتك لينا وتفضلي الا بغيتي تطرحي السؤال ديالك تفضلي مرحبا عندي واحد جوج اسئله عفاك الدكتوره مرحبا علي انا وعلى الوالده الوالده ديالي مؤخرا هي عندها مشكل ديال المراره عندها فيه شجر ولكن قال لها زعما ما عندكش شجر رقيق اللي يمكن اللي داز لك في العرق وداك الشيء قال لها زعما سيري حتى تكون اللي صحتها حيت كان عندها مشكل ديال فقر الدم قال لها تولي مزيان عاد يمكن لك تحيديها ولكن هذه مؤخرا كان ولات يطلع عليها المرار وكتجي بحال الحرقه مره مره كيتصفى هذاك المرار كترجعوا بغيت غير نعرف شنو النظام زعما اللي ممكن شنو اللي تاكل وشنو اللي ما تاكلش خلال هذا رمضان وانا عندي المشكله حيت انا حامله عندي المشكل ديال كيطلع لي الحرقه بزاف سيرتو الا كليت الحلاوه هذا المشكل هذا ديال الحماله شحال دابا عندك من شهر تقريبا في الحماله طالعه في 3 mois دونك هذا هو لو بروميير تريميستر دائما كيكون عندنا فيه مشاكل دوزيام تريميستر كيدوز زوين الحمد لله وفاش كتقربي عاوتاني تولدي كاينوا دور المشاكل قربتي قربتي خديجه صبري شهر صبري شويه باش غادي ترتاحي دونك في الاول كيكون عندنا الهرمونات كيلعبوا لينا بزاف يعني كيهيجوا لي داك البيتا اش سي جي كتكون طالعه بزاف هي اللي كتعطي لي التغيرات في الهرمونات على مستوى الجسم كامل دونك كتحسي بداك الحموضه كتحسي بداك الغثيان هادشي كلشي عنده علاقه بالحماله اون فوا ان شاء الله غادي تولدي ما غاديش يبقى هادشي ان شاء الله يعني جينيرالمون الاعراض كتكون خاصه في الثلاث شهور الاولى حنا في داك الثلاث شهور الاولى كنقدروا نعطيو واحد السيرويات واحد الكينات اللي كنتحكموا بها شويه في الاعراض زائد نصائح التغذيه يعني تاكلي ما تمشيش تنعسي تاكلي كميه قليله متفرقه على اليوم من الاحسن باش كتخلي المعده بحال اللي كتكون المعده ديالك كتعطل شويه باش انها تدوز يعني باش كتخليها فين تدوز والوالده ديالك بالنسبه للمراره منوع ليها القلي في الزيت منوع الحاجه
ديال الميد بتاتا، حيت ما حدك كتعطيها لدام ولا كتعطيها الحار، هادشي كتهيجي ليا المراره. المراره كتكون بالنسبه اختي العطريه، العطريه ممنوع الحار، ممنوع الحار، من الاحسن تحيدي ليها الحار، لان حتى الحار كيدير لنا اضطرابات على مستوى الجهاز الهضمي، والمرار اللي عندها غادي يكون واحد 90% عنده علاقه بالمراره. في بعض الحالات عند الناس المسنين كتكون عندنا المراره والمعده، ديك الساعات غتشوفي لها الطبيب، حيت كيجيو عندنا بحال هاد الحالات هادو، خاصو اون ميم طون يحيد المراره وكنقلبوا له المعده ديالو من الداخل بالمنظار باش نتاكد بلي ما فيهاش التهاب. كيكونوا بجوج سيباري ولا بجوج، اي شخص عنده الحق يدير جوج امراض في دقه واحده. فهمتيني؟ يعني تقدر تكون عندها المراره فيها الحجر داكو، غنحيدوها بالجراحه صافي، ومريضنا ما عنده باس، وكتبقى لي المشكله المعده الا كانت ملتهبه ولا طايبه ولا فيها الجرثومه، حتى هي خصنا نعالجوها باش نقدروا نشوفوا. خصنا نديروا ليها المنظار ولا الكاميرا ديال المعده باش كنقلبوها من الداخل واش نقيه ولا لا. صافي اختي، شكرا بارك الله فيك. الله يجيب الشفاء. شكرا لك اختي، شكرا لك، الله يخليك الوليده ديالك، شكرا لك على المكالمه ديالك. طيب غادي نكملوا، لانه فعلا هضرنا على قرحه المعده وحرقه المعده، هادو جوج حويجات اللي تكونوا اكثر انتشار يمكن في هذه الفتره ديال شهر رمضان، لان كتطلع لي لاسيديتي. داك الحرقه هي شنو هي؟ واحد العصاره الحمضيه اللي كتكون عندي في المعده، اللي كتكون في واحد الوسط اللي هو حمضي، كتطلع لي لواحد الوسط اللي هو غير حمضي، اللي هو الفم، داك لا بارتي باس ديال لوزوفاج، الجزء السفلي ديال البلعوم، ولا كنعيطوا له حنا الجعبه، داك الجعبه اللي كتهبط فيها الماكله، داك الجزء السفلي ديالها ملي كتطلع لي الماكله، حيت كيكون خلل في هذيك العضله اللي كتكون عندنا فم المعده، بحال اللي كترخى شويه مع السن، مع يعني مشاكل صحيه، مع المواد اللي كناكلو، في بعض الحالات التدخين، يعني هادو شي حوايج اللي كيخليو ان ديك العضله كيوقع فيها ارتخاء. ملي كيوقع لي الارتخاء كتطلع لي داك العصاره الحمضيه، وبالتالي بحال اللي كدير لي داك الارتجاع المرئي، يعني كتحس كيحس الشخص بواحد الحرق هنا ورا الصدر ديالو. وعندنا هذا المشكل هذا بزاف كيتعاود حتى في رمضان، لان الناس شنو كدير؟ كتاكل بزاف وكتمشي تصلي. انا شنو النصيحه اللي كنعطيهم؟ نفرق الصوم، يعني ناخذ شويه الماء مع تمرات، نصلي المغرب ياك، نرجع ناكل واحد شويه، حتى نصلي التراويح عاد نرجع نقدر ناكل على خاطري. حيت ملي كتاكلي بزاف وتمشي للمسجد ولا تصلي في الدار على حسب كل واحد وظروفه، تما كتعطي الفرصه ان الماكله تطلع لك. دونك من الاحسن نجزئ، نحاول ما امكن ندير ثلاثه الوجبات، نجزئ يعني الفطور العشاء نقسم الوجبات ديالي، ما نكثرش، وحتى كتبقى نشيط. ايوا يعني ملي كتاكل كاين بعد بزاف كثير الناس يا اما كيجيهم اغماء كينعسوا، يعني صافي كتقول كتهديت ما قديتش، الا كانت واقفه نهار كامل وتمره وهذا، بعد ما كتاكل او كياكل كيقول لك صافي خصني ضروري نمشي الناس. فهاد الفكره هذه كتقولنا انه راه حنا ما كليناش صحيح، فعلا كتعطي اشاره على ان وقعت بحال التخمه، يعني بحال اللي كثر حتى صافي جاتو الدوخه وطاحكاو. فهمتي؟ دونك من الاحسن نعطي الجسم ديالي الوقت، يعني وحتى الطريقه ديال احنا غادي نهضروا عليها في العادات الغذائيه المضره واللي يجب الاستغناء عنها. ولا لا بغيتي كاع نهضروا عليها؟ تكلموا عليها دكتور، تفضل. من الاحسن نديروا ناخذوا بعين الاعتبار هذه العادات الغذائيه الخاطئه باش نتفاداوها، باش ما نطيحوش في هذه المشاكل. بحال مثلا الاكل بسرعه، الناس اللي كتاكل بالزربه كتبقى تصيفط، فهمتي؟ بشويه علينا، نلعبوا على الجوده ما نلعبوش على الكميه. الاكلات البارده، عندنا بزاف الناس كيشربوا العصائر، كيكون بارد حاطوه في الثلاجه كيشربوا، حنا عارفين باللي حراره الجسم يعني ماشي بارده، يعني ما خصنيش انا ندير داك لو شوك تيرميك. هذا لو شوك تيرميك هي ملي كتشدي واحد الحاجه بارده كتصفقها، اي كتباغاليزي الفرزه مسكينه شنو وقع لها، داك المعده كما قلتي بحال اللي كتعطيها ان شوك، يعني كتباغاليزيها، واخا تعطيها من بعد ماكله صحيه ما غاديش تقدر تدوزها لك. يعني من الاحسن ما نعطيش البارد في دقه واحده، وما نعطيش الماكله سخونه بزاف، حيت كتعطيه البارد العصير ومن بعد كتعطيه الحريره ولا الشوربه سخونه، يعني بحال اللي كتخربقيها، كتعطيها كتعطيها ان شوك تيرميك اللي كيباراليزيها. كذلك خاصنا نتفاداو الاكلات ذات السعرات الحراريه والكالوريات اللي طالعه بزاف، حيت كنذكر المستمعات والمستمعين باللي كندوزو من واحد لا كونسوماسيون ديال الايام العاديه ديال 2400 كيلو كالوري لتقريبا 3700 كيلو كالوري، يعني بحال لا كونسوماسيون ديالنا كتضرب في جوج فواحد المده اللي هي وجيزه. اذا شنو غنستافد انا لطلعت السعرات الحراريه والجسم ديالي ما استفدش؟
يعني خصنا نردوا البال. صحيح. اي حاجه شفناها حنا دابا هادشي عارفينه لان عندنا الدرايه على مستوى التغذيه. كنشوفوا داك السكليسيمي, كنشوفوا داك الماكولات وداك التغذيه شنو لا فالور نوتريتيف ديالها شنو فيها. فيها سكريات خاصه السكريات السريعه, فيها الزيت, فيها الزبده, هادشي كله كوني على يقين كيطلع ليا السعر الحراري ولكن الجسم ما كيستافدش. سي فري فلو غو زوينه ولكن ما كنستافدش منها, ما كنستافدش صحيا منها والو. ما فيها فيتامينات, ما فيها بروتينات, ما فيها حتى شي حاجه, فيها غير الكالوريات الخاويين على والو. هذه من جهه. دونك كاين بعض الناس اللي كياخذوا ليا الحمضيات بزاف والدهنيات بزاف كيتقلوا ليا الحركه المعده, حيت المعده هذاك البيلوغ واحد الجزء اللي كيدوز ليا من المعده, واحد بحال الثقب منو كدوز الماكله من المعده المستران الرقيق كيدوز 5 ميل بار مينوت. يعني راه واخا تعطي المعده اكثر من الطاقه ديالها راه ما غاديش دوز لك هذاك الشيء كامل, كتبقى غاده بشويه عليها. عندها واحد لو ديبي باش ان الماكله كدوز. الوغ ملي كتعطيها القياس راه داك الشيء كيبقى غادي كيدوز بسلام, ملي كتعطيها اكثر من القياس كيدوز لك داك لا بارتي اللي خصها دوز 5 ام ال بار مينوت, ولو ريست كيبقى لك في قلبها. يعني كيبحال لك داك الماكله كتبقى لك في قلبها وبدا دير لك الغثيان وبدا دير لك الحموضه وبدا دير لك التكراع وبدا دير لك المشاكل. وكاين اشخاص كيعتمدوا وجبه وحده تيقول لك انا عندي وجبه الفطور فقط لا غير. خطأ. خطأ. مثلا ريحها نهار كامل ولا في الليل كامل. خطأ. النظام الغذائي الصحي هو جوج حتى لثلاثه الوجبات. سي فغي دابا رمضان مع المغرب ولات كتودن في هذه الوقيته ديال ربيع والصيف نقدر نقص وجبه اكسيبسيونيلمون, ولكن من الاحسن ثلاثه الوجبات بكميات قليله ومتفرقه. يعني كنحاول نقاد وقتي على حسب الصاله. غادي ناكل خفيف, غنمشي نصلي, غادي نرجع ياك عاوتاني ناكل شي حاجه خفيفه, شي جليفه الشوربه ولا شي حاجه, نمشي نصلي التراويح, منين نجي عاوتاني ناكل ماشي مشكل, غير نعرف نقسم الوجبات ديالي. كذلك العصير نعاودو نرجعو لمشكل العصير, حيت عندنا الناس كيطحنوا لي خمسه حتى سته الفواكه في عصير واحد. انا ما غاتدويش. كيديرو اش غادي نقول لك, كوكتيل باناتي كنطلعوا له زمولاريتي, هذه سنسميوها حنا ليبر اوزمولاريتي غاستريك. يعني كتطلع ما استفدنا والو من هذا العصير, استفدتي والو, بالعكس ثقلتي المعده ديالك. هي اصلا كتكون ثقيله وانت كتزيدي تثقليها وكتشكلي مشكل ديال عسر الهضم. يعني ما كتهضمش ليك واخا تعطيها من بعد شلاضه, شي انت خديتي عصير فيه 4 ولا 5 د الفواكه يعطيها من بعد شلاضه ولا عطيها شوربه كوني على يقين ما غاديش دوز لك لا هذه ولا هذه. خصنا نردوا البال. عصير كنتشهاو العصير في رمضان فعلا ما نكثرش, ندير فاكهه واحده ننوع. اليوم ندير المانغ, غدا ندير الخوخ, يعني نحاول الفريز نبقى حتى اليوم لا طويل راه 30 يوم 30 يوم راه ما ننوع وما فيها باس شي نهار ولا يومين ما نديرش كاع العصير. فهمتي؟ يعني نحاول نضرب ونقيس كما قال هذاك. كذلك التخليط, كاين الناس اللي كتبقى تخلط النشويات والسكريات والدهنيات. بدل الفطائر ضروري السمنات والبطبوط والمغرب. شوف سميه, حنا كنا كنتشهاو الطبله المغربيه تبارك الله ما شاء الله كتكون منوعه. غير انا نعرف راسي نتحكم في راسي شنو كنهز. نهز في طبيصيل ديالي واخا كتكون لما العائليه وكنكونوا كنتفرجوا هذاك سي تان بياج ما غيمكنش نحيدوه, ولكن انا نرد البال ماشي حاطه الطبله وكاسه كنتفرج وكنبقى ناكل ما تعرف راسك شنو خديتي بدون وعي. نهز في طبيصيل ديالي نتحكم, اليوم خديت هذه غدا ناخذ الشباكيه, اليوم خديت السفوف غدا ما غناخذوش. يعني نحاول نشكل ونوع ولكن بلا ما نضر راسي. هذه من جهه. وكتذوقي من كل شيء على طول الايام, يعني كل نهار تنوعي حاجه. الشيوات ما نحيدوهمش, غير انا نكون ذكيه. حنا كنعيطوا لها الذكاء في الماكله. صح. وطريقه الطهي تختلف. مثلا اذا كنت ضروري غنصوب واحد الحاجه افتراضا مثلا بريوان نديرها في الفران, غنصوب شنو اخر, يعني اي حاجه درناها طريقه الطهي تكون صحيه بلا ما نقلي في الزيت. الزيت راه مضر للصحه. وكنذكر باللي هذا الشهر هذا فيه نقص احتمال الاصابه بامراض القلب والشرايين, وكيتنقص ليا معدل الكوليسترول وثلاثي الكليسيريد فيه. علاش؟ لان الجسم عنده واحد القدره الصبر وكيقدر يستعمل داك السكريات اللي كيتستوكاو في الكبد على شكل جليكوجين والدهنيات كمصدر للطاقه. ملي كتخلي نهار كامل صايم وكتجي في الليل وكتعطيه, يعني هو داك الساعات كيبدا كيبويزي ليا داك الشحمه. داك الشيء الناس اللي كيقصموا بطريقه صحيه على مستوى التغذيه كيقصوا كيضعفوا كيطيحوا ليا ما بين كيلو حتى الكيلو شويه في السيمانه. حيت علاش؟ يعني داك الجسم كياخذ كيستهلك الدهون, داك الشحمه اللي عندنا في الجسم بها كيستعان على الطاقه اليوميه ديالو. يعني ما تخافوش غادي تموتوا ولا غادي تجوع ولا ما كايناش هذه. ما كايناش. قاد براسو ذكي الجسم راه ذكي وكيعرف راسو اش كيدير. وبالعكس فرصه انني نتخلص من الدهون ومن الوزن الزائد, لان كنعيطوا لحنا
تنقية الجسم وإصلاح ديالو من الخلايا ومن الشوائب والخلايا الميتة على ديتوكسيفيكاسيون من لي ديشي ومن لي غريس اللي جمعنا العام كامل كيجي شهر يعني كتحيدي فيه داكشي كامل. هادشي الا ما درناش الدهنيات والمقليات الا قليتي فاش تودى المغرب ودرتي الدهنيات وكليتي هذه مقليه هنا وعاوتاني دادا كوني على يقين انك ما غاديش تستافدي. وحتى المعدل ديال السكري المؤشر السكري كيطيح كيطيح كينقص ليا انني كان يعني كناخذ الطاقه من السكريات اللي عندي مستوكيه في الجسم ديالي. هادو هما اللي وعندنا كذلك الامساك عندنا الامساك نهضروا عليه شويه. الامساك يكون عندنا كثير تفادي الامساك شو خصنا نديرو؟ خصنا نستهلكوا شرب الماء كده اللي نشربوا الماء نشربوا الماء بزاف ونستهلكوا الخضر والفواكه بزاف 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 بزاف. الفواكه كنركز عليها في السحور وقبل التراويح يعني في عوض الليل مباشره قبلنا وناخذوها قبل ما نمشي للتراويح يعني كتخلي لي الوقت انني فين نهضمها حيت كعارفه الفاكهه ملي كتاكليها في الليل كتخمر دونك ملي كتاكليها تمشي تصلي بحال اللي حرقتيها. هذا لاستوس الاول. لاستوس الثانيه عندنا كتاخذيها في السحور لان السحور كنعتبروه حنايا هو الوجبه ديال الافطار يعني بحال الفطور الايام العاديه هو السحور يعني باش كتفطر سحر لي سحر لي فوالا. ونكثروا من الخضر اللي هي طريه عصير الخضر لا طوندونس دابا اللي ولات عصير الخضر لان ما بقاش عصير الفواكه عصير الخضر حيت علاش غني بحسن من الفواكه غني بالماء والاملاح المعدنيه هذه من جهه كذلك يتطحن بالماء يتطحن بالماء وكذلك الحبوب الكامله يعني في السحور ناخذوا الحبوب الكامله درنا شي خبيز في المغرب ولا يكون بالدقيق الكامل ولا بالشوفان يعني الطحين اللي صحي ماشي لا فارين بلونش هذه من جهه. ومن جهه اخرى المشي خصنا ضروري نديروا واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع ديال المشي قبل المغرب ضروري ضروري باش ان الجسم ديالنا كيحرق وباش كنوجدوا حيت هذه هي هذيك هي احسن مده ولا احسن فتره فين ان الجسم يطريد. راك عارفه الحركه ولا المشي كيعاون ان البيريستالتيزم ديال المسران كيخدم دونك ما كتبقاش ليا الاغذيه ولا داك لي ماتيغ حاصله ليا في المسران وبالتالي كيدوزوا. دونك شرب الماء استهلاك الالياف طريقة صحيحة والمشي هادو كيمكنونا أننا نتفاداو الإمساك ولا إمساك الغازات الانتفاخات اللي كتكون كثيرة تاهي يعني في كل الأمور أنه إلا غيرنا غير هاد النمط وتبعنا النظام الغذائي الصحي اللي ذكرتي يا دكتور نورة مشكور عليه هي سلوكيات كتبان لكم معقدة ولكن بسيطة وغير مكلفة تماما غير مكلفة وسهلة ياك كتريحنا من جميع المشاكل ديال الجهاز الهضمي اللي بغينا نقولوا ياك فهاد الشهر الفاضل كنصحوا كذلك بحد الناس اللي مدمنين على الحريره كاين ديزاستوس الحريره انا ما ندورهاش بالطحين الابيض اما كندوروها بداك الطحين ديال الذره فارين عرفتي هذا ديال النشا ولا كندورها بالخضره ملي كتكون كطيب في الاول كنطلق فيها بطاطا ولا خيزويا ومن بعد كنطحن هذيك البطاطا والخيزويا بها باش كندورها باش كنتقلها اللهم نتقلها بالخضره ولا نتقلها بلا فارين بلونش انا زعما جو بون ما كثرش فيها هذيك القطنيه وداك الشيء ما كتكونش القطنيه فيها بزاف يعني حتى درنا شويه ديال القطنيه تعديسه ولا الحمص ولا شي حاجه يكون قليل والناس اللي مراد نهزوا ليهم غير من الفوق يعني ما تهزيش ليهم داك من التحت لان كتكون شويه ثقيله. نعوضوا الحريره بالشوربه ديال الخضر بالشوربه ديال الحوت يعني اعطى الله الافكار الشوربه ديال الشوفان كل مره نوع نشكل ونوع ما نبقاش في حاجه وحده فهمتي. العصير ماذا بيا كان ناخذوا هكاك فاكهه نقطع مثلا عزيز عليا العصير ديال التفاح نقطع تفاحه ولا بنانه ناكلها هكاك نستفد منها اكثر ماشي في وجبه الفطور نخليها قلتي حتى ناخذها قبل من الصلاه ديال التراويح باش نخلي فين انها نهضمها. كذلك مضادات الحموضه كنعاونوا بهم الناس اللي كيكون عندهم مشاكل في المعده ضروري كنرافقوهم بها. وكنذكر باللي الصيام ممنوع على الناس اللي عندهم القرح النون سيكاتريزي لولسير نون سيكاتريزي اللي ما براش على 6 شهور هادو ممنوع عليهم الصيام كما ممنوع على هادو اكيد الرخصه هي خاصه عند الطبيب ديالهم لا هادوك عند الطبيب. حنا دابا كنشوفوا غير لي زاستوس اللي كنعطيو في هذا رمضان باش اننا كندوزوا هاد الشهر يعني كنرافقوا داك الناس يعني مشاكل عابره كيف ما ممكن واحد صحيح غير في رمضان كيما يفيقوا عليه المشاكل فعلا كيف ما الناس اللي عندهم امراض ولكن كياخذوا ادويه والحمد لله كدوز يعني كدوز كيدوز داك الشهر في احسن ما يرام ان شاء الله كده اللي ما نسينا والو ياك شي حاجه تفكروها كنظن اون توفي نشربوا الماء خارج الوجبات بكميات كافيه دونك ديما نظام غذائي متوازن ومتفرق نعالجوا البكتيريا ديال المعده قبل من رمضان واللي عنده شي مشكل على مستوى الجهاز الهضمي يمشي يدوز عليه قبل ما يدخل شهر رمضان حيت فاش كيدخل شهر رمضان
يعني داك التغيرات الاضطرابات والاعراض كتزاد. نقدوا النوم ديالنا يعني نحاولوا لقينا شي سويعه في وسط النهار حيت كتكون لا كاليتي ديال النعاس شويه ناقصه ما فيها باس نرتاحوا واحد السويعه ولا نص ساعه في وسط النهار باش اننا نريكوبيريو ونحميو راسنا من الجفاف لان الجوع والعطش هادو بجوج بهم كينشفوا اليدات. نديروا الحبوب الكامله نديروا الفواكه والسوائل في وجبه السحور ضروري. واكيد ان شاء الله غادي يكون حلقات في شهر الفضيل شهر رمضان كنعرفوا نجهز لهضمي ضروري انه كنتكلموا عليه في شهر الفضيل. هذه كانت كمقدمه بسيطه حلقه تهيئيه ربنا نقولوا باش يكون صومنا ان شاء الله يكون صحي خالي من المشاكل والمضاعفات ديال الجهاز الهضمي. وهي فرصه كيف قلنا انه كتختفي بالعكس عديد من الامراض اللي كيكون شخص كيتصاب بها وكيعاني منها وكيكون في رمضان الا صام صحي وفطر صحي تيقول لك الحمد لله تحسنت الحاله ديالي وحسيت بالراحه. عدد من الاشياء اكيد كتختفي بحال الغازات بحال القبض بحال بزاف ديال الامور ياك فعلا حتى المؤشر السكري كيتقاد ثلاثي الكليسيريد يعني الناس اللي عندهم كوليسترول كلشي كيتقاد الضغط الدموي الناس اللي عندهم امراض القلب والشرايين واللي عاطيهم الطبيب ديالهم ديال القلب رخصه باش انهم يصوموا يعني ملي كيديروا نضاح حيت اصلا مريض القلب والشرايين كيكونوا دايرين ريجيم يعني ملي كيبقاو غاديين على داك الوتيره في شهر رمضان كيرتاحوا ملي كيدوز العيد الصغير كتحسي فاش كيدير لهم الطبيب لي زاناليز كيلقى بلي داكشي غادي كيتحسن الحمد لله. هذا والغاية صراحة من حلقتنا ديال اليوم. فنتمنى المستمعين ديالنا تكونوا خديتوا أهم المعلومات إن شاء الله يا ربي تصوموا بالصحة والعافية والهنا وراحة البال. وأكيد مع دكتور نورة عقل ما غتبخلش علينا إن شاء الله في التخصص ديالها دكتور مختصة في الجهاز الهضمي غتكون معنا إن شاء الله في شهر الفضيل إلا طول العمر إن شاء الله. مرحبا إن شاء الله.